معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد بأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للجن والإنس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، رسول لجميع الخلق، وأنه تجب طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع.